صحفية من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. هي طبيعة الحال جمعية معروفة عندها، يعني هي هيئة استشارية تابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدى الأمم المتحدة، وعندها اهتمامات، يعني عندها تقاريرها الموازية، ودائما هاي التقارير معتمدة ألف الألف، وكانت دائما حريصة على زيادة كوطة النساء في التمثيليات السياسية. وجاتها الجمعية، علمتها الواقعة. أنا تعرضت بطبيعة الحال لعنف سياسي لفظي مبني على التمييز والقذف ومس كرامتي الإنسان. الجمعية نشكرها على كل حال على تآزرها، ما بقاش غير على مستوى يعني التصريحات والبيانات والتنديد، جاءت تحملت عناء السفر جميع أعضائها من أجل يعني هذه الندوة اللي هي الشاب بمثابة يعني ترافع مدني راقي لحد والله جزر هذا النوع من التصرفات العنف يعني ضد المرأة في أبناء يعني ممارسة العمل السياسي. لا بد من وجود يعني حماية لها أثناء مزاولة عملها السياسي. من جهة أنا كيف ما قلت في الندوة، يعني اتخذت إجراءاتي القانونية والإدارية والقضائية وماشية فيها، وأملي كبير في القضاء على أنه لا ينصفني في يوم من الليالي.